زعما نقدر نلقى شي خمسة يقولوا لي بصحة الكاسكيطة يا ناصر، واخا جات معايا بحال راس اللفت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر ايس فلوغز. مرحبا بكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله بحول الله اللي غادي يكون فيديو مستعش. فيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نقوم بتعرف على معلومات جميلة جدا اللي هو شفتوها في العنوان ودخلتوا باش تشوفوا هذا العنوان، باش تشوفوا هذا الموضوع. كنعتذر اخواني الكرام الناس اللي ما تفهموش الدارجة، كوني انني من المغرب ديما تنقول هادي، اعتذر من الناس من السعودية الامارات ولا جميع البلدان التي لا تفهموا الدارجة المغربية. اخوتي اخواتي ان شاء الله بحول الله اليوم غادي نهضر على 10 اشياء احبها كثيرا في امريكا، 10 اشياء تعلمتها علمتني اياها امريكا. غنهضر معكم عاوتاني شويه بالدارجه. هاد الاشياء هذه كوني انني جيت لامريكا هنايا وتعلمتها هنا في امريكا. خوتي خواتاتي ان شاء الله بحول الله غادي نبداو هذا الفيديو هذا، ولكن قبل ما غادي نبداو غنوريكم بعدا شنو علمتني امريكا. غنحيدوا هاد الكاسكيطه هذه وغنديروا ياس كي جات معايا، ونشوف بعدا واش ما قلبتهاش. خوتي خواتاتي ان شاء الله بحول الله اول معلومه غادي نهضر عليها هي التعليم. التعليم قبل ما غادي نهضر على التعليم ضروري غادي نهضر على العمل في امريكا، لذلك شوفوا التعليم وفي الاخر غادي نهضر على العمل. التعليم هنا التعليم هنا في امريكا جميل جدا، متوفر لجميع الفئات. غادي تقولوا لي يا ناصر علاش متوفر لجميع الفئات والناس اللي ما لاباسش عليهم، الناس اللي ما لاباسش عليهم، الناس اللي ما عندهمش فلوس كي غيديروا على التعليم هذا؟ هنا في امريكا كاين الخدمه وكاين امريكا، كاينه خدمه وكاين تعليم، لذلك قلت لكم غادي نهضر ضروري الى بغيت نهضر على التعليم غادي نهضر على العمل. التعليم متوفر لجميع الفئات، فيه جميع المجالات، جميع اي مجال بغيتي كاين هنا في امريكا. بالنسبه لي انا هنايا في ساكن في ولايه كولورادو، فيها جميع الاشياء هنا الحمد لله، كاين جميع الميادين، جميع الميادين بغيتي تعلمها، بغيتي تعلم، بغيتي تقرا في كوليدج في تكوين، بغيتي تقرا في تكوين، بغيتي تقرا في الجامعه، جميع الجامعات، جميع الدومينات كاينين هنا في امريكا والحمد لله. ونتمنى لكم الخير، الناس اللي باغيين يدفعوا شي حاجه يدفعوا، راه كل شيء موجود. المعلومه رقم 2، معلومة رقم 2 هي الصحة. الصحة هنايا متوفرة، ما غاديش نقول لكم أحسن دولة في الصحة، ولكن الصحة جميلة جدا هنا. كاين الناس تتخلص غالية الصحة، ولكن السيرفيس ديال الصحة جميل جدا هنايا. كان تبغيتي ديرك بغيتي تنقي سنانك تتمشي تتخلص جوج دولار حيت تيقطعوا لك من الشهر واحد النسبة. بغيتي دير أي حاجة، بغيتي دير نظار بروتيكشن لعينيك، بغيتي كاين الفيجن، كاين دانسول، كاين بزاف الحوايج، كاين الهيلث، الصحة متوفرة. الناس اللي ما عندهمش انشورنس، اللي ما عندهمش لاسورونس اللي تنقولوا حنايا، كاين الا كنتي مريض ولا شي حاجة بغيتي تمشي للمستشفى ما كيجريوش عليك، ما تيقولوش لك انت ما عندكش الانشورنس ما غاديش نقبلوك، حيت هما هنا في امريكا كيستادفو بيك كشخص كغادي يعتقوا روح، ماشي حيت ما عندكش لاسورونس سير تموت في بعض الدول، انتم راكم عارفين. المعلومة رقم 3، المعلومة رقم 3 جميلة جدا غادي تعجبكم انتم بعض المرات، راه تكرغل تطلع لي الدم بعض المرات هذه المعلومة هذه، هو الجو. الجو هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، غادي نهضر على في هذا النطاق هذا غنهضر غير على كولورادو. كولورادو هي الولاية اللي ساكن فيها، الجو مرة تلقى الشمس سخونة، غد ليه تتلقى الثلج. الجو جميل جدا، إلا كانت سخونية تتكون معتدله كالبرد، البرد، ولكن بس زوينه امريكا متوفره بجميع الاجهزه. هنا في الديور، الديور راه في برا تكون ناقص 22، ولكن تدخل لداخل تتكون عندك تقدر تردها 60 درجه مئويه هنا في وسط الدار. المعلومه رقم 4 هو السكن. السكن متوفر لجميع الفئات، الناس اللي عندهم الفلوس، الناس اللي ما عندهمش الفلوس، الناس اللي باغيين يكريو ابارتمنتس، كاينين الابارتمنتس اللي ب 650 دولار حتى ما فوق. مهم اللي غادي نهضر على الحد الادنى هو 650 دولار، وان بيدرومز، فيها كيتشن، فيها الباثرومز، فيها البادرومز، فيها واحد بحال قلتي ليفين روم صغيره، واحد لاصال صغيره، مهم زويونه ب 550 دولار، مجهزه بمطبخ، تقدر تلقى فيها مايكروويف، تقدر تلقى فيها خلاص الثلاجه، كاين الثلاجه، كاين المايكروويف، كاين الافن، الافن هو الفرن، تتلقى فيه كل شيء. بغيتي عندك شويه الفلوس وبغيتي تكري، باغي تكري شي ابارتمنت تو بادرومز في منطقة جميلة جدا، هي 1100 دولار، هي 1100 دولار، 1200 دولار، تتكري لك 2 بيدرومز كبار، جوج غرف، كوزينة مجهزة بجميع كل شيء،
فيها ديش واشر، فيها مصبانة، فيها هذيك الغسالة ديال الأواني، فيها ثلاجة، فيها الأوفن الفرن، وفيها الميكروويف. هادشي كامل ب 1200 دولار 1100 دولار الا قديتو عليها. ما قديتوش عليها هبطوا لتحت غادي تلقاو ب 660 و 50 دولار. المعلومه دابا رقم 5، المعلومه رقم 5 هو التعامل ديال الناس. التعامل جميل جدا. انا كوني انا نعطيكم هنا هادشي بالتجربه ديالي الخاصه والحمد لله، كوني انني مسلم وفي بلد اللي مختلفين فيه الاديان وفيه بزاف الحوايج، الناس اللي تيفكروا تيقولوا بالله راه فيها العنصريه الحمد لله حد الان ما عمرني ما شفت شي واحد سائل ليا ولا قال شي حاجه خايبه عليا ولا شي حاجه. الحمد لله كنخدم ما تنخدمش مع المسلمين كاع، عمرني ما شفت، انا عمرني ما تلاقيت مع المسلمين. عندي صديق واحد اللي هو في دانفر، تنتعامل مع الناس هنايا، كاين المسيحيين كاين اللي ما تيامنوش بالله ولكن كيعاملوك بانهم خوهم. هذا الشيء هو اللي عجبني بزاف في امريكا، كيعاملوك بانك بحالهم بحالك بحالهم. ما كاينش شي تغيير، ما كاينش اللون، ما كاينش فرق بين اللون، ما كاينش فرق بين الجنس، ما كاينش الفرق بين بزاف د الحوايج. تعامل جميل جدا، انا هذا الشيء عجبني بزاف. تقدر تعيط لواحد الا كنتي ما كانش عندك طوموبيل، تعيط للصديق ديالك تقول له عافاك give me a ride somewhere، يديك لشي بلاصه، المهم شي زعما ديني لشي بلاصه راه ما عنديش طوموبيل، يقدر يجي عندك. انا بهاد التجربه الخاصه ديالي الناس كاملين طحت في هاد سميتو في هاد الموقف والحمد لله عاونوني. نقدر نقول لكم المهم هاد المعلومه شوفوها غير شوفوها بالمنظور ديالي انا كيما شفتها، ماشي ما غاديش نعمم جميع الناس في الولايات المتحده الامريكيه. المعلومه رقم 6 دابا اللي هي قلت لكم هضرت لكم على التعليم ولكن دابا غادي نهضر لكم على العمل. العمل الناس اللي تيسولوني على العمل، العمل متوفر في جميع المجالات جميع الميادين. العمل يكون عندك غير الرغبه باش تخدم كاين جميع الميادين. تتعرف النجار تخدم النجار، كنتي بلومبي تخدم بلومبي، صباغ تخدم جميع الميادين. غير هو كما تنقولوا بالله في البلدان ديالنا المغرب الجزائر تونس ليبيا بالله ما تيقبلوش الدبلومات هنا في امريكا، ولكن باش تمشي تقلب على شي خدمه تقول له يقول لك وات يو كان دو، تقول له تنقدر ندير بلومبي، تنقدر ندير هذه، تيقول لك يلا وريني شنو تقدر دير هنا، تتوريه تكون عندك الحرفه في يديك ما تخافش. هذا جميع الميادين. ما تقولش يا ناصر واش كاين تما اللدون، واش كاين تما نجاره الالومنيوم، كل شيء كاين، راه ما حدها كاينه في البلاد ديالك، غادي تلقاها هنايا وتلقاها مدوبله. مهم كل شيء كاين الحمد لله. نتمنى لكم الخير. اللي تيسولني على العمل موجود، العمل متوفر، العمل غياجي وخدم من النهار الاول. المعلومه الثامنه اللي هي وقيله غادي تكون مكرره في هذه المعلومات اللي السابقه اللي قلت، اللي هي العقليه ديال الناس. عقليه ديال الناس زوونه، كنتي غادي في الشارع كنتي حريه الخاصه، كنتي بغيتي على سبيل المثال الا كنت درت هذه في المغرب نقدر الا مشيت من الشارع الا مشيت غير من حمريه للهديم، الناس مكناس غادي يقدر يشوفوني شي 1000 واحد ولا 3000 واحد غادي يقول تشوف هذاك خونا بحال اللي تيبيع البطاطا. كيما قالها لي واحد في الكومنتار قال لي ناصر تتبان بحال هذاك اللي قال لي بحال لا راك كساب بحال هكايا مشيتي تشري البطاطا في اكوراي بحال هكايا. هذا الشيء شتي العقليه ديال الناس متبدله. هنا في امريكا قلبها بحال هكايا، قلب هذه وسير بحال هكايا، ما غاديش يشوف فيك حتى شي واحد وما غاديش يتسوق لك حتى شي واحد. هذه هي هذا الشيء باش عاجباني هذه المعلومه. فهنا في امريكا لبس سروال مقطع، لبس كوستيم، لبس اللي بغيتي، ما تيتسوقش ليك. حيت شنو هما تيتسوقوا؟ تيتسوقوا للعمل، تيتسوقوا داكشي ديالهم، داكشي اللي هو لابس هو اللي تيتسوق ليه. اما باش يتدخل في الشخص الاخر ما عندوش حتى شي فكره عليك، ما يقدرش حتى يشوف فيك ويقول عليك شي حاجه. بالله الامريكيين تيحترموا، الامريكيين تيحترموا بزاف الارمي ولا الجيش. الا كنتي في الارمي تمشي تبغي تاكل شي بلاصه تيقول لك واش انت في الارمي، تتقول له اه، تيقول لك غادي نقص لك الفلوس، غادي نقص. كاين واحد النسبه ديال التخفيض للناس اللي خدامين في الارمي. وكاينين عاوتاني كاينين الناس اللي تيحترموا، ماشي كاينين الناس ولكن الناس كاملين هنا في امريكا تيحترموا حتى الجن، حتى رجال المطافي. الا كان ديت من قدامك خصك تسلم عليه تقول له هاي هاو ار يو دوين، هاو از يور داي، تقول له كيفاش مزيان خدام، كيفاش غادي مزيان. حيت هما تيحترموا بزاف رجال المطافي، حيت هما تينقدوا الحياه ديالهم، لذلك تيعطيهم واحد الاحترام جميل جدا، تيقدروهم، تيقدروا داك العمل اللي تيديروا. هذا الشيء عجبني بزاف.
والبنية المعلومة اللي هي رقم 10 هي البنية التحتية. البنية التحتية جميلة جدا، ما تلقاش مشكل، ما تلقاش فيضانات، ما تلقاش بزاف الحوايج، كان إعصار ماشي مشكل، غير هي بعض كان حتى كاين الا قلتي ما كاينش هذاك الفيضانات، لا الطريق غادي تساد ولا القنطرة غادي تهرس ولا شي حاجة. بنية تحتية جميلة جدا، كل شيء فيها مزيان، كل شيء مقاد، القواعد مقادين، ما كاينش يتخنق لك قادوس ولا لا عيط قادوس مخنوق يجي على القادوس يسرحو، ما كاينش. بنيه كاينين تيستعدوا للبنيه التحتيه قبل ما يوقعوا فيضانات، حتى لو وقعت شي مشكله تتعيط لرجال المطافي ولا الشرطه، تيجيوك تجيك رجال المطافي ولا الشرطه تيجيوك في اقل من 5 دقائق ولا 10 دقائق، كاع الى تعطلوا 10 دقائق غادي يكونوا عندك. هادشي باش جميل، باش حيت هما عندهم الروح، حنا الروح عزيزة عند الله وما عندهم الروح عزيزة عليهم بزاف. هادشي اخوتي عطيتكم 10 معلومات اللي انا استفدت منها هنا في امريكا، نتمنى تكونوا استفدتوا منها حتى نتوما. اذا عجبكم هذا الموضوع هذا ما تنساوش ديروا لي لايك، تعطيو لايك لهذا الفيديو. كنت جديد على القناه ديالي دير سبسكرايب ولا اشتراك ولا ابوني، باش ان شاء الله بحول الله تشوف الفيديو ديال غدا ان شاء الله بحول الله. فيديو تا هو مهم جدا وفيه معلومات قيمه جدا، وان شاء الله بحول الله غادي نتسنى نقرا لي كومونتير ديالكم باش نعطيكم المواضيع اللي نتوما اختاريتوه. بسلام عليكم وحتى الفيديو ديال غدا ان شاء الله. بيس ليكم.